من هو جورج قرداحي؟ هو إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميا. قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها من سيربح المليون. ولد جورج فؤاد قرداحي في فطرون قضاء كسروان بلبنان في الأول من ماي سنة 1950، وبالمناسبة اليوم هو عيد ميلاده. وهناك أمضى سنوات طفولته وتلقى تعليمه في كلية سيدة لويزا في الجامعة اللبنانية، حيث درس العلوم السياسية والقانون في لبنان، ولكنه رغم ذلك اتجه إلى مجال مختلف تماما فعمل في الإعلام. بدأ الإعلامي جورج قرداحي حياته في لبنان في قرية فطرون في قضاء كسروان في محافظة حبل بلبنان، حيث درس العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، ولكن توجهه كان مختلفا بالعمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دورات تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا. يتقن قرداحي الإنجليزية الإيطالية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسته ثقافة الأدب العربي. المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة، حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة لسان الحال سنة 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في سنة 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية. انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونتي كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية، واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين سنتي 1979 و1991. بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرا. استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونتي كارلو، ثم انتقل إلى إذاعة MBC FM في لندن سنة 1994. الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت سنة 2000، حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الشهير من سيربح المليون، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة. استمر عرضه منذ 3 سنوات ونال شهرة لا مثيل لها. انتقل جورج قرداحي بعدها إلى قناة LBC اللبنانية ليقدم برنامجه الجديد افتح قلبك، كان ذلك سنة 2004، ولم يلبث أن عاد إلى محطة MBC من جديد وأعاد إحياء برنامجه الشهير، ولكن مع جائزة مضاعفة ليصبح اسمه من سيربح المليونين. انتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى برنامج آخر بعنوان التحدي سنة 2006، ومن خلال تميزه في تلك الفترة حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الميركس دور كأفضل إعلامي في الوطن العربي لسنة 2007. قدم جورج قرداحي برنامج القوة العاشرة بين سنتي 2007 و2008، واستمر بالعمل في قناة MBC حتى سنة 2011، حين غادرها بسبب خلافاته مع إدارة القناة بعد أن أدلى ببيان أيد فيه الحكومة السورية. انتقل قرداحي للعمل في قناة الميادين التلفزيونية سنة 2012، ثم عمل في قناة الحياة في برنامج المسامح كريم في قناة أبو ظبي. أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته إحدى المجلات اللبنانية أن جورج قرداحي هو الشخصية الأكثر شعبية في العالم العربي، كما توج كأفضل مقدم للبرامج المتنوعة على الصعيد العربي من خلال الاستطلاع الذي أجرته مجلة الصدى. وكان قرداحي من أهم وأشهر 100 شخصية عربية حسب مجلة Arabian Business الإماراتية. قرداحي هو سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما قام بإطلاق عطر جديد باسمه. شارك في العديد من الحملات الإعلانية بسبب شعبيته الكبيرة في العالم العربي، من أشهر الحملات التي كان جزءا منها نستليه، موبينيل، كويكر الشوفان، العطور جيكا، شركة هيونداي موتورز ونوكيا. أهم وأشهر أعمال جورج قرداحي على الإطلاق هو برنامج من سيربح المليون، وهو البرنامج الذي أطلق جورج قرداحي إلى عالم الشهرة المطلقة. يحمل قرداحي أيضا ميدالية الأرز اللبنانية من الرئيس إيميل لحود مع رتبة قائد، بالإضافة إلى العديد من الجوائز من مختلف المنظمات، سواء لإنجازاته المهنية أو من مساهمته في المجتمع، حيث يمكن اعتباره سلطة في وسائل الإعلام والاتصالات. وما زال قرداحي يحظى بشهرة منقطعة النظير في الأوساط العربية السياسية والإعلامية،
ويتلقى الكثير من الدعوات للمشاركة في المناسبات والمعارض وغيرها بصفة شخصية عربية بصفته شخصية عربية ناجحة. جورج قرداحي متزوج من إيدا قرداحي وله 3 أبناء هم باميلا قرداحي، جبريل قرداحي، وباتريشيا قرداحي. وبعد أن عاش في أوروبا والعديد من الدول العربية عاد إلى مسقط رأسه في طرون في لبنان. أما من حيث ديانة جورج قرداحي ومعتقداته وطائفته الأصلية فقد ولد لعائلة مسيحية مارونية.